الثالثة. إذن المرتبة الثالثة. فيما المرتبة الثانية نادى بورمانا، تفضل نادى بورمانا طلع البوديوم. والمرتبة الأولى حفصة عزية، طلع حفصة تفضل. تفضل السيد القائد السيد رشيد يعطيهم يعني شواهد المشاركة شواهد التذكار وناخذوا لهم. إذا عملية تسليم شواهد المشاركة والميداليات للأبطال محمد بريك، عمر دحان، محمد بورمان، تبارك الله عليك. إذا على ما أظن فئة الشابات انتهت. المرتبة ذكر ندوات المرتبة الثالثة يسلموا الميدالية البطل العالمي عادل الكوش يتم تقديم شواهد التذكارية. كذلك المرتبة الثانية محمد كمال السدرتي، محمد كمال السدرتي. كذلك بطل الأولمبي والعالمي المرتبة الأولى صلاح الدين بركة، المرتبة الثانية صلاح بركة. المرتبة الثالثة فاطمة بومعدي. صباح شوفي معنا الشعب انا سيدي مصطفى كبير ربيع وخاص مخلص من خارق بلا الشعر استعدادات وعنده وجه. المرتبة الثالثة بإعلان الشاعر عن نادي القصر. المرتبة الثانية مخلص خالق عن نادي القصر. المرتبة الأولى نهضة لوكوس، نهضة لوكوس ربيع وخاص. المرتبة الأولى أسامة أيت حمو. المرتبة الثانية محمد بن الحاج عن نادي القصري. المرتبة الثالثة آدم مولود عن نادي القصر. فيما المرتبة الأولى أسامة أيت حمو نادي أشبال. مصر أولى سلمى حدو، سلمى حدو خنساء قريطة، مريم الغازي. مريم الغازي المرتبة الثالثة. سلمى حدو إن كتحضر معنا كذلك البطلة هند الدواي. ككل سنة كتواكبت التظاهرات. إن هند الدواي بطلة المغرب ومدرب محتل المرتبة الأولى وليد بن علي عن نادي أشبال العرائش. وهند الدواي كتسلم لي الشهادة والميدالية. إبراهيم المنصوري نادي أشبال العرائش المرتبة الثانية. إلياس الشرقاوي عن نادي القصري المرتبة الثالثة. نوال الجنوني ثالثة فرح بن رحمة المرتبة الأولى نادي القصري. المرتبة الثانية صفاء الفيلالي. المرتبة الثالثة نادي القصري فرح مدرب المرتبة الثانية ماهر عسول عن نادي القصري. المرتبة الثالثة إسماعيل لوزاري. المرتبة الأولى إسماعيل لوزاري نادي القصر. المرتبة الثانية ماهر
عسو، كريم سعيد، يحيى بن سليمان، حسن الحاتمي المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة عبد الصمد الدريوش. كلكم ذهبية. إذن نادي فئة الكبيرات المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية أمينة العمرانية عن نادي أشبال العرائش. المرتبة الأولى آية البدري عن نادي أشبال العرائش.